بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم طلاب عامنا الدراسي الجديد، إن شاء الله عام مكلل بالنجاحات. طلاب، فيما يخص مادة البيدياتريك دينتسري، هاي المادة شوية لها خصوصية. ليش؟ لأنه دا نتعامل إحنا ويا تشايلد، ما دا نتعامل ويا أدلت، ولازم أكو differences بالcommunications إذا كان child أو إذا كان adult. الأدلت ما حصلت لكم علينا أنه وسيلة الكوميونيكيشنز، شون أقدر أتواصل وياه، حتعرفوها وتعرفوها أنتو. بس فيما يخص كيفية التعاملات ويا البيدياتريك بيشنت، لا ازدفر، تختلف بصورة جذرية تماما. شلون؟ احنا من يجينا child، العفو، من يجينا adult، من أسوي مثلاً diagnosis، من أسوي الكيس شيت، الكوميونيكيشنز دايركت بين the dentist to the patient. بينما الاختلافات وين تكون بالبيدو؟ من يجينا pediatric patient، الكوميونيكيشنز يكون عبارة عن تراينجل. هذا المثلث هو عبارة عن الرؤوس مالته ثلاث أشخاص، اللي هو dentist، pediatric patient، parent of the patient. لا تنسون احنا عندنا pediatric patient، من حيكون عندنا diagnosis وحيكون عندنا treatment plan، الخطة العلاجية مال هذا patient، اكيد انه presentation مال treatment plan ما حتكون للpediatric patient، لا حتكون للparent. يعني احنا حنوقع مشكلتين، تعال قلنا على parent على treatment plan، وتعال سوي communications ويا pediatric patient. فلذلك البيدياتريك بيشنت هو البيدياتريك دينتسري عبارة عن شمول يشمل جميع البرانشات طب الأسنان، يدخل بيه السيرجري، يدخل بيه البيريو، يدخل بيه البروستاتيك، يدخل بيه الأورثو، يدخل بيه الكونزيرفاتيف، الأوبراتيف، all the branches، يعني عبارة عن طب أسنان فيما يخص البيدياتريك بيشنت. ليش اعطينا البيدياتريك دينتسري بالرابع لانه ما اعطيناه بالخامس؟ طلاب، الفكره انه اريدكم سنه اللغه ان شاء الله من تفوتون العيادات عندكم في الباك جراوند انه what do you mean by the pediatric patient، راح اوصلكم لحد البول ثيرابي، كيفيه التعامل مع حالات اللي هي احنا اغلب الحالات ايش عندنا، يا اما عندنا دنتال كيريز، يا اما عندنا نيرسينج كيريز اللي من وراء الحليب، لأنه دائما يسوي لاكتيشن بالليل، ناتشرال لاكتيشن وينام، وهذا طبعا بيفد مشاكل كلش كبيرة، وحنحكي بيها ان ديتيلز بالمحاضرات السابقة ان شاء الله. يما عدنا تروما، يعني لا سامح الله مضروب، حادث، او تدرون بيدياتريك بيشنت يصيرون شوية هايبر اليرت اكتيف، فعركات شقة بالمدرسة، من هاي الامور. فالبول ثيرابيز كلش امبورتنت بحياتكم العملية ان شاء الله حتى بعد التخرج. فلح نكمل، رح نحكي على البيدياتريك دينتسري لحد ما نكمل البول ثيرابي حتى سنة اللخ، من حتكون عندك عيادات، اتراس عندك فول انفورميشن، تقدر تشتغل، تقدر تتعامل نوعا ما ويا البيشنت، وعندك فد انفورميشن شون البروسيجرز اللي اسويها، فحنكون كلش مضبطين وضعكم. بالبداية نطفت introduction what do you mean by pediatric dentistry، نحكي على الاربشن، الارشون دي يصير اكو بزوغ للسن سواء كان primary او permanent، شلون دي يكون اكو هاي الفيسز اللي على اساسها حيبدي tooth as a pudding، يتبرعام الموفمنت within the bone لحد ما يصير بي initiation emergence للoral cavity لحد ما يوصل للoclusal level. وراها حنسولف على السيكونس اوف اربشن، شو وقت هذا التوث حيطلع، شو وقت هذا التوث حيطلع ثاني واحد، شو وقت يطلع سي يطلع قبل الدي، او الدي يطلع قبل الاي، البيرمننت شو وقت يطلع الكيناين، شنو الفيفرابل سيكونس الى هذا. ورا ما حنكمل السيكونس اوف اربشن، راح نشوف الفاريشن، لانه مرات عندنا normal variation بالsequence of eruption، ومرات عندنا favorable sequence of eruption، يعني شنو التسلسل اللي احنا
يكون هو الايديال وشنو السيكونس يكون احنا مرغوب، احتمال راح يسوينا فد مشاكل مستقبليه هم حنعرف، حتى لازم يصير عندنا فد باك جراوند عليهم. النقطه الاخرى بعد احنا حنشوف اكو سم كلينيكال كيسز اللي حنشوفها بحياتنا العمليه لازم تكون عندنا فد باك جراوند عليها، اللي مثلها مثلا النيتال والنيو نيتال تيث، وش نقصد بالنيتال والنيو نيتال تيث، المانجمنت مالتهن. وراها حنستمر في المحاضرات ونطب شويه ديب، نطب الديتيلز مال البيدياتريك دينتسري، ناخذ مواضيع اخرى بس شنو جرادجولي، لانه الماده الفكره انه اريد الماده ما تكون ممله عليكم، اريد الماده نحببها عليكم. ووراها لحد ما ننتقل للبالب ثيرابي، البالب ثيرابي راح نسوي له عباره عن كلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن مالتنا شلون حيكون؟ البالب ثيرابي يا اما نون فايتال تيث يا اما الفايتال تيث. من اسمه فايتال، الفايتال يعني اقصد بي الدايركت بالب كابينج او ال بالباتومي. البالباتومي اللي بي كلاسيفيكيشن بي بارشيال بي الكونفنشنال بالباتومي، يا اما البارشيال بالباكتومي. اما بالنون فايتال تيث فراح نسوي الكومبليت بالباكتومي، وراح نحكي بالديتيلز وات دو يو مين بالدار بالب كابينج، وات دو يو مين بالباتومي، وات دو يو مين بالبارشيال بالباكتومي. اما بما يخص النون فايتال تيث وات دو يو مين باي كومبليت بالباكتومي نحكيين ان ديتيلز، لان هاي اساس شغلكم ان شاء الله بال مستقبل القريب من تقعدون او تتعينون بالمراكز التخصصية. والبري فايتال تريتمنت اللي هي احنا قلنا الدايركت بالب كابينج، اكو قبلها الاندايركت بالب كابينج، هم راح نحكي ان ديتيلز وات دو يو مين باي اندايركت بالب كابينج. من نقطة هالبروسيجر راح نحكي على المور سيوتابل ماتيريال، نحكي ان ديتيلز كل الماتيريال المستخدمة بالبالب كابينج، وشنو الموست فيفرابل ماتيريال، شنو افضل ماده نحكيها. نحكي هيستوري سي في مال الماتيريالز من ذو القدم، شنو الماتيريالز اللي يستخدموها لحد ما وصل بيه العلم لحد هاي اللحظه، وكل ماتيريالز راح نسوي بيها بالادفانتج والديس ادفانتج مالتها. ورا ما نكمل البالب ثيرابي بهاي الحاله اكون هيناكم لاستقبالكم ان شاء الله بالمرحله الخامسه، حتى نسولف على التروما والبيهيفير مانجمنت ان فارماكولوجيكال ان فارماكو، يعني ان شاء الله على الخامس. الفكره ما بيها طلاب انه اريدكم دامون دائما تتواصلون ويانا فيما يخص محاضرات البيدو المرحله الرابعه، وتكونون تحبون هاي الماده حتى تقدرون تتعاملون ويا البيدياتريك بيشنت بصوره صحيحه بالمرحله الخامسه، لان اذا ما حبينا هاي الماده حشوفوها فد ماده كلش مزعجه وصعبه، وحتى الريكويرمنت بالخامس راح اشوفه كلش مقرف. فلذلك نتعاون عليها ان شاء الله، وانا املي بكم كبير، واكرر انه ان شاء الله سنه جديده، سنه دراسيه موفقه مكلله بالنجاحات، وان شاء الله الله يبعد عنا هذا الفيروس ونرجع بقاعاتنا ونشوفكم ونسولف وياكم ونعطيكم المحاضرات بالصوره الصحيحه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.